اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الكابتن برضو النهارده الشناوي الحقيقه ودوره الواضح مع الفريق. الشناوي يا اسلام بقاله 3 سنين فعلا يعني رقم واحد، مش في مصر بس، في افريقيا. يمكن السنه اللي فاتت كان في تكريم للشناوي بصراحه. صحيح. يعني لا، الشناوي نضج، تحس ان فعلا يعني كابتن 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 بره الملعب وداخل الملعب، وكمان حرقته على لعيبته وغيرته على لعيبته، و بيحبش حد يأذي لعيب من لعيبته. يعني انت عارف عنده الشهامه والجدعنه والرجوله، وبعدين قائد. دول رجالته، دول حبايب، دول اصحابه، لازم حبي عليهم، ما ينفعش، واجيب لهم حقهم كمان. لكن طبعا انت عارف الحق اللي احنا طول عمرنا متعودين عليه، اللي هو يعني لكن بيحصل في المباريات اسلام، بيبقى فيه حاجات خارجه عن اراده اللعيب يعني. لكن النهارده الشناوي بصراحه ثقته كمان، عشان عنده ثقه في ادائه وثقه في نفسه. ماشي. واحنا بنتكلم برضو كده يا كابتن، دي رحله عوده لعيبه النادي الاهلي او الجهاز الفني طبعا واللاعبين من بعد المباراه وحتى الوصول للطائره، وان شاء الله نجيب لحضراتكم كل هذه الامور. اتفضل اتفضل يا كابتن. احنا بنتكلم طبعا هي معانا يعني. فالشناوي عايز اقول لك اسلام بصراحه لا غنى عنه. نعم. وبعدين الشناوي يعني اذا كان في خطا حصل او خطاين حسن، لكن النهارده وفي اسرع وقت بيرجع لطبيعته، لثقته في فريقته، ازاي بيحمي مرماه. ضربه الجزاء يا اسلام كانت ممكن تغير، خد بالك، من شكل ونتيجه طبعا واداء المباراه طبعا. فالنهارده راح معاها، وكمان ايه يعني الرشاقه والمرونه والثقه برجليه، يعني شال الكرة برجليه. فدي حاجات من ضمن الحاجات يعني، وراجل داخل قلقان قلقان من الشناوي يعني، واخد بالك. فدي حاجة من ضمن الحاجات كمان اللي هو أتقنها بشكل كبير جدا حقيقي. اللي هو توقعاته في حتة ضربات الجزاء اللي على النادي الأهلي، بيقدر بشكل كبير جدا إن هو يصدها، ودي بتدي لك ثقة كمان ليه هو، بتدي ثقة للعيبة والرجوع للمباراة في أسرع وقت. طيب برضو احنا بنتكلم مره اخرى، دي طبعا رحله عوده لعيبه النادي الاهلي، الحقيقه الله يكون في عونهم يا كابتن. رحاله، انا بسميهم رحاله يعني، من هنا لهنا لهنا لهنا، رحاله. ودائما قناه النادي الاهلي متواجده في كل الاحداث، زي ما حضراتكم شايفين بننقل لحضراتكم كل الاحداث الخاصه بكل الكواليس بلاعيبه الفريق، زي ما حضراتكم شايفين طبعا وصول او محمد الشناوي بعد نهاية المباراة، كل اللعيبة بتركب الأتوبيس وإن شاء الله تصل إلى المطار. هم وصلوا بالفعل للمطار وركبوا الطيارة، ونبعت بقى أو هنقول لحضراتكم برضو أو هنوالي مع حضراتكم كل ما يخص بعثة الفريق. برضه كسلام من الحاجات الجميلة المميزة لكابتن الفرقة الشناوي. نعم. أنا متأكد إن الشناوي بعد المباراة اجتمع باللعيبة وقال لهم نقفل الملف خلاص بتاع الدوري العام. صح. وهنبدأ نفتح ملف آخر، أفريقيا، سان داونز. فدي من ضمن الحاجات الخبره هنا بقى، صحيح، والثقه هنا. فتخيل اللعيبه دي هتطلع بقى دلوقتي على الباص، كل التركيز في سان داونز. يعني بص، بنحضر قبليها اهو بثلاث ايام كلام، حتى مستر كولر اكيد هيبقى بيصب على سان داونز المباراه اللي جايه. كابتن محمود الخطيب كرئيس بعثه كان موجود معاهم كمان في اسوان، اكيد اتكلموا الاول على ملف اسوان، ملف الدوري العام، ثم قفل الملف وبدانا نتكلم على ملف سان داونز. عايز اقول لك اسلام ما بيلحقوش يريحوا، يعني النهارده باص، وبعدين المطار، وبعدين المطار ينزل للقاهره، يعني ما بيلحقش يا عيني. هو كمان بيرجع البيت يطمن على اولاده، يطمن على الاخبار ايه وايه، وبعدين يخش يبدا اللي بعده على طول. على طول يبدا يركز فيه المباراه اللي جايه، لان كمان المباراه اللي جايه اسلام صعبه جدا بصراحه. 6 بونت سان داونز، وهو عامل حساب للنادي الاهلي طبعا، وهو كمان عايز يجي هنا يخطف اي نتيجه ايجابيه بالنسبه له يجري بيها. صحيح. لكن احنا طبعا بالنسبه لنا ان شاء الله باذن الله 3 بونت باذن الله في مباراه سان داونز يكونوا من نصيبنا. وعايز اقول لك اسلام، احنا بقى سنتين ثلاثه بنعاني كترة المباريات، سنتين اللعيبة ما ريحتش،
بقالنا سنتين بنعاني في الادوار الاولانيه قبل ما نوصل دوري المجموعات. صحيح. صراحه يعني تملي يمكن السنتين اللي فاتت كنا بنخش تاني. ما كناش بنخش اول. لكن ان شاء الله باذن الله رب العالمين عندنا ثقه كبيره جدا في اللعيبه ان هم المباراه اللي جايه دي باذن الله رب العالمين نكسبها. بس انا بقول النادي الاهلي ان شاء الله يخش اول مجموعه في مجموعته بين قطن الكاميروني وسان داونز والهلال السوداني. النهارده النادي الاهلي انفرد بصداره الدوري برصيد 40 نقطه كابتن ماهر، اعتقد دفعه معنويه كبيره جدا وشيء جيد ان انت في ظل هذه او هذا التلاحم الكبير من المباريات ان انت تكسب وتتصدر وتظل متصدر وليك مباراتين او ثلاثه مؤجلين، اعتقد شيء جيد جدا. جدا، وده بيطمننا بشكل كبير جدا لبطوله الدوري. يعني في ناس كتير بتقول لك ايه، لا الدوري ما اتحسمش، لا لسه في وقت، لا لسه في، لا النادي الاهلي انا في رايي النادي الاهلي بنسبه كبيره جدا ان شاء الله رب العالمين بالاداء ده انا شايف ان النادي الاهلي هيحسم الدوري خلال يمكن الاسابيع الاخيره باذن الله رب العالمين. يعني بهذا الشكل اللي احنا شفناه من اداء لعيبه النادي الاهلي في مباراه اسوان، تحس ان اللعيبه لا عايزه، لا اللعيبه حركتها بقت اسرع واخف. نعم. فانا شايف مش قلقان على بطوله الدوري العام السنه دي اصلا، ان شاء الله باذن الله هتكون من نصيب النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه.